السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع التقريض أو الإيرثينج من الموضوعات المهمة جدا في الأنظمة الكهربية لحماية النظام الكهربي ولحماية الأشخاص. عشان كده في الفيديو ده إن شاء الله هذكر لكم أنواع التقريض أو types of earthing المتعارف عليها لحماية النظام الكهربي ولحماية الأشخاص، وهنعرف الفرق ما بين الأنواع. طيب، النوع الأولاني بنسميه functional earthing. functional earthing اللي هو التقريض الوظيفي. خليك معايا هتفهم الموضوع ان شاء الله كويس جدا في النهاية. رقم 2 protection earthing اللي هو تقريض الحماية. رقم 3 البوندينج ايرثينج، وده بنسميه التقريض الترابط. بوندينج يعني الترابط يا جماعه. طيب، ثلاث انواع زي ما انت شايف كده. فانكشنال ايرثينج اللي هو التقريض الوظيفي، وهنعرف يعني ايه التقريض الوظيفي دلوقتي. وتقريض الحماية اللي هو البروتكشن ايرثينج، وهنعرف معناه برضو ان شاء الله. والبوندينج ايرثينج، معظم الناس يا جماعة ما تعرفش النقطة دي. معظم الناس ما تعرفش البوندينج ايرثينج ده واهميته لحماية الاشخاص وبرضو المعدات بشكل كبير. طيب، هنتكلم على اول نوع دلوقتي اللي هو الفانكشنال ايرثينج. هنمسح النوعين دول ونبدأ نشرح النوع الاولاني. طيب، هنيجي لأول نوع من التقريض اللي هو الفانكشنال ايرثينج أو التقريض الوظيفي. طبعاً من خلال الرسومات إن شاء الله نفهم القصة دي كويس، نفهم يعني إيه التقريض الوظيفي. لو أنا عندي محول توزيع بالمنظر ده كده، الدخل بتاعه على سبيل المثال 11 كيلو فولت، والخارج بتاعه الثلاثة فاز والنيوترال بيخرج لي واحد فاز 230 و 400 فولت الثلاثة فاز، وعندي المين سيركت بريكر ده اللي هيفصل لي على الاحمال اللي موجوده عندي، تمام؟ وانا افترضت ان الاحمال اللي موجوده عندي من الفازه الاولانيه مع النيوترال وصلت سخان مثلا، وده موتور من الفازه الثانيه للنيوترال، والفازه الثانيه للنيوترال ده مكثف على سبيل المثال. طبعا الاحمال اللي قدامي ديت احمال مختلفه مش متساويه، وبالتالي التيار اللي هيمر في السخان مش هيبقى متساوي مع التيار اللي مر في الموتور، مش هيبقى متساوي مع التيار اللي مر في المكثف. دي طبيعه الاحمال عندنا في الشبكات الكهربيه، ان اكيد التيارات اللي موجوده عندنا مش هتبقى متساويه، وبالتالي الجهد على الثلاث فازات مش هيبقى متزن يا جماعه. ليه بقى؟ لان مثلا على سبيل المثال لو الهيتر ده بيسحب تيار عالي، الاي بتاعه مثلا 10 امبير على سبيل المثال، والتيار اللي بيسحب الموتور ده 2 امبير، والتيار اللي بيسحبه المكثف ده هو 3 امبير، ابص الاقي ان الفازه اللي بتسحب منها تيار عالي جهدها مع النيوترال اكيد هتبقى اقل، لان كل ما التيار يزيد كل ما الجهد عندي يقل ما بين الفازه والنيوترال. طيب، لو جيت تقيس الجهد ما بين الفازه الثانيه اللي هي التيار فيها 2 امبير او مسحوب منها تيار 2 امبير بالنسبه للنيوترال، هتلاقي جهدها عالي شويه عن الفازه الاولانيه مع النيوترال. والفازه الثالثه هتلاقيها ما بين اللي هي الفازه الاولانيه والفازه الثانيه، لان الجهد او التيار المسحوب فيها 3 امبير فما بين الاثنين والعشره. وبالتالي ممكن لما تيجي تقيس على الفازه الاولانيه مثلا على سبيل المثال اللي هي ال 1 مع النيوترال، هتلاقي الجهد مش 230، ممكن تلاقيه 210 على سبيل المثال،
و L2 مع النيوترون ممكن تلاقيه 220، و L3 مع النيوترون ممكن تلاقيه مثلا ما بين الاثنين 215 فولت مثلا. اذا التيارات او الاحمال الغير متزنه اللي هي بتسحب تيارات مش متساويه على الثلاث فازات، تمام كده، بتؤدي لي ان الجهد ما بين كل فازه والنيوترال بيبدا يتغير على حسب التيار المسحوب على الحمل. ده يضرني في ايه؟ يضرني مثلا لما الجهد يقل على الفازه ديت والنيوترال مع اي احمال تانية انا هوصلها على الشبكه، الجهد اللي هيبقى متوصل على الاحمال دي هتبقى قليله، الجهد اللي بعد كده او الاحمال اللي بعد كده اللي هتتوصل على الشبكه الجهود هتبدا تقل عليها بشكل كبير، هيسبب لي ان الاجهزه ديت او المعدات ديت هتسحب تيار عالي وهتعمل مشكله. طيب ايه اللي انا عايز اعمله بقى علشان اعمل اتزان للجهود ما بين الثلاث فازات والنيوترال يا جماعه؟ يعني انا عايز اوصل تقريبا لل 230 دي تبقى متزنه باستمرار. اللي احنا بنعمله بنعمل حاجه اسمها الفانكشنال ايرسنج، بنوصل نقطه النيوترال بالارض. بنوصل نقطه النيوترال بالارض ليه بقى؟ علشان اعمل اتزان لما جهد النقطه ديت يبقى قريب جدا تقريبا 0 فولت يا جماعه. طيب انا عايز اخلي جهد النقطه دي صفر ليه؟ لان هي النقطه ديت اصلا والارض ما كانش متوصل، تمام كده. في حاله التيارات اللي هي غير متزنه دي يا جماعه اكيد في تيار هيبقى موجود عندي في النيوترال لان التيارات مش متساويه، لان لو التيارات متساويه محصله التيار في النيوترال هتساوي صفر، وده في الاحمال الطبيعيه اللي عندنا في المنازل او في المصانع والكلام ده كله ما بتتحققش، وبالتالي التيار الزياده هيرجع في النيوترال تاني فيسبب ان جهد النيوترال يبدا يعلى. لا انا مش عايزه يعلى، لانه لما هيعلى هيعمل لي عدم اتزان زي ما انت شايف كده بالظبط في الجهود ما بين كل فازه والنيوترال. فانا اعمل ايه علشان احل المشكله ديت؟ اوصل النيوترال بالارض يبقى الجهد بتاعه تقريبا صفر. طيب هو ما بيبقاش صفر قوي، هو في الاستاندر ان الفي لازم يبقى اقل من 3 فولت. الجهد ما بين النقطه ديت والارض يبقى اقل دايما من 3 فولت. ده الاستاندر اللي بيقول كده. علشان كده تقول ان ايه؟ ان النظام الكهربي عندك كويس ما فيهوش مشكله. لو لقيت الفولت اعلى من 3 فولت اللي هي جهد النقطه مع الارض معناها ان المقاومه هنا بتاع الارض فيها مشكله ولازم تقللها بشكل ما. طيب انا وصلت الجهد النقطه ديت يا جماعه للصفر علشان اعمل اتزان في الجهود ما بين الثلاث فازات، لان الاحمال اللي راكبه عندي على الشبكه اكيد بشكل كبير جدا مش هتبقى متزنه او التيارات المسحوبه على كل فازه متساويه. عشان كده بنوصل نقطة النيوترال بالأرضي وده بنسميه الفانكشنال ايرثنج. الوظيفة الثانية المهمة جدا للتقريب الوظيفي إن أنت توصل النيوترال بالأرض، إن في حالة الشورت سيركت أو تيار انكسر المسار بتاع الأرض نقطة النيوترال مع الأرض ده هيبقى مسار سهل جدا للتيارات بتاع الشورت سيركت، وده هيخلي بشكل كبير جدا القاطع ده يقوم بالدور بتاعه ويفصل في حالة تيارات انكسر. يبقى وظيفتين، الوظيفة الأولانية للتقريض الوظيفي إن أنا أعمل اتزان في الجهود ما بين الثلاث فازات ومين؟ والأرضي. يبقى تقريباً الجهد على كل فازة والنيوترال تقريباً هيبقى 230 فولت. عشان كده لما هتيجي أنت تقيس لو السيستم معمول صح ما بين أي فازة والنيوترال ممكن تلاقي فرق 2 فولت 3 فولت ما يزيدش عن كده. النقطة الثانية أو الوظيفة الثانية للتقريض الوظيفي قلنا إن المسار بتاع نقطة النيوترال مع الأرض دي بيسهل مرور تيارات القصر بشكل كبير جدا، وبيخلي القواطع الكهربية اللي راكبة تقوم بالوظيفة بتاعتها وتفصل بشكل سلس في حالة تيارات القصر. يبقى هما دول الوظيفتين. عشان الفيديو الزمن بتاعه ما يطولش، إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هتكلم على البروتكشن ايرثنج والبوندنج ايرثنج إن شاء الله في فيديو منفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.